دلوقتي فينومنا اسمها الكتروداينامكس. تمام، الكتروداينامكس اول جزء اللي هو الكترو جاي من الكتريستي. الكتريستي ديت حاجه اكتشفها واحد اسمه كولوم، اكتشف ان في الطبيعه حاجه اسمها تشارجز، والتشارجز دي ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون ايه نيجاتيف. ولو هو التشارجز قابلت بعض بيحصل ما بينهم فورس. لو هما سين او سوري لو هما اوبوزيت تشارجز بيحصل اتراكشن فورس، صح؟ ولو هما سيم بولز او سيم تشارجز بيحصل ما بينهم ايه ريبالشن فورس. وفي حاجه اسمها كوانتيتي اوف تشارجز، ممكن يكون الجسم دوت كميه الشحنات اللي فيه كتيره وممكن تكون قليله. الكوانتيتي اوف تشارج بتاخد السيمبل كيو وبتتقاس باليونت اسمها كولوم على اسم العالم اللي هو اكتشفها. تمام، يعني لو تشارجز كتيره مثلا نقول له 100 كولوم، قليله مثلا يبقى 2 كولوم اند سو اون. وكل ما الكوانتيتي اوف تشارجز زادت كل ما الماجنيتيود بتاع الفورس اللي هتاكت عليها هي ايه هيزيد. كل ما الكوانتيتي اوف تشارجز بتزيد كل ما الفورس اللي هي اتراكشن او ريبالشن اللي بيحصل فيها ايه بتزيد. فيها اي مشكله؟ طيب كل اللي احنا قلناه دوت الكتروستاتيك. هل احنا شفنا التشارجز دي بتتحرك؟ لا، انا بتكلم هم ثابتين في مكانهم كده، في اتراكشن في ريبالشن، فدول كده اسمهم الكتروستاتيك. انما المنهج بتاعي بيتكلم عن ايه؟ الكترو داينامكس. الكترو داينامكس يعني التشارجز دي هتعمل ايه؟ هتتحرك، هتعمل موشن. قالوا ان انا لو عندي التشارجز دي بتعمل فلو، يعني كلهم بيتحركوا في دايركشن واحد، ده كده اسمه فلو. لما الناس كلها تبقى ماشيه في دايركشن واحد يبقى كده عاملين فلو تيار. عشان كده يقول لك مثلا امشي مع التيار، يعني شوف الناس كلها مثلا ماشيه فين وامشي معاها، خلاص. يبقى ده كده اسمه فلو. لو حصل فلو اوف تشارجز، الفلو اوف تشارجز ده سميناه الكتريك كارنت. يبقى اول ديفينيشن عندي في المنهج الكتريك كارنت. ديفاين الكتريك كارنت، ات از ذا فلو اوف تشارجز. في اي مشكله؟ ما دام في تشارجز عملت فلو يبقى دوت ايه الكتريك كارنت. تمام، طب هسال سؤال، الفلو اوف تشارجز ده بيحصل فين؟ عشان لو عندي واير هو ده اللي بيمشي فيه كهرباء او بيمشي فيه تشارجز، في اي مشكله؟ تمام. طب لو عندي حاجه بلاستيك زي ده، هل ديت هيحصل فيها فلو؟ لا. فعشان كده هم اكدوا في الديفينيشن دوت لما بنيجي نكتبه بنقول فلو اوف تشارجز ان كوندكتنج ماتيريال. في اي اعتراض؟ يبقى الديفينيشن ده كله على بعضه ات از الكتريك كارنت، ات از ذا فلو اوف تشارجز ان ا كوندكتنج ماتيريال. في اي اعتراض؟ حلو كده، ده كده اهو الكوندكتنج ماتيريال مثلا بتاعي، الواير او الحاجه اللي انا ايه هيمشي فيها التشارجز بتاعتي. طيب تعالوا نتخيل كده ان انا كشخص، انا محمد فاروق اهو كشخص، هل ينفع اقول محمد فاروق ايكوال 50؟ هل في حاجه اسمها كده؟ لا. امال ايه اللي ايكوال؟ الوزن بتاعي مثلا، الوزن بتاع محمد فاروق ايكوال كذا، الطول بتاعه ايكوال كذا، الايج بتاعه ايكوال كذا، البلاد بريشر وهكذا. يبقى في فيزيكال كوانتيتيز بتتقاس للشخص. تمام، نفس الكلام الالكتريك كارنت ده الشخص بالنسبه لي، الالكتريك كارنت ايكوال كذا ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها الفلو داوت ايكوال كذا. انما ممكن اقيس له شويه حاجات، منهم what's called intensity. اقدر اقيس الانتنسيتي بتاعه الالكتريك كارنت. تمام، حلو. يعني ايه انتنسيتي بالعربي كده؟ يعني شده، خلاص، شده التيار الكهربائي. كان في شخص قبل كده قال لي يا محمد فاروق عشان خاطر تفهم الكتريستي او تفهم كارنت شبهه دايما بالميه اللي ماشيه في المواسير. فلو اوف تشارجز في كوندكتنج ماتيريال زي الفلو اوف ووتر ان تيوبس، هيبقوا زي بعض بالظبط وتقريبا الرولز كلها شبه بعض. طيب تعالوا نتخيل مع بعض عشان نفهم. عندي ماسوره ميه واخرها في حنفيه. ساعات لما بنفتح حنفيه بنقول ايه الميه شديده يبقى كده انتنسيتي ايه عاليه، الميه ضعيفه يبقى انتنسيتي ايه قليله. تخيلوا كده ان الميه شديده وانا عندي كوبايه مثلا، كوبايه ديت نص لتر مثلا، وجيت حطيتها تحت الحنفيه، هتتملي في وقت قليل ولا كتير؟ والميه شديده هتتملي في وقت قليل، هتتملي بسرعه يبقى في وقت قليل. تمام، طب لو الميه ضعيفه هتتملي في وقت قليل ولا كتير؟ كتير، هتاخد وقت طويل عشان خاطر ايه تتملي، صح؟ يبقى تاني لو الانتنسيتي عاليه يبقى التايم ايه قليل، هتتملي بسرعه، يبقى الانتنسيتي والتايم عكس بعض.
صح؟ عشان املى نفس الكوانتيتي، عشان املى نفس الكوبايه. في اي اعتراض؟ طيب لو انا هثبت التايم، يعني انا هجيب مثلا حنفيتين، واحده انتنسي قليله واحده انتنسي عاليه، وهثبت التايم اشغل الاثنين نص ساعه، اللي الانتنسي بتاعتها كبيره تملى لي مثلا جردلين، اللي الانتنسي قليله تملى لي ازازه، صح؟ يبقى معنى كده اللي الانتنسي بتاعتها كبيره قدرت ان هي تحط لي كوانتيتي كتير، صح؟ واللي الانتنسي قليله كوانتيتي قليله عند نفس التايم. في اي اعتراض؟ يبقى دوت الرول اللي بيربط الانتنسي او الانتنسي بتاعت الكرنت من حيث الكوانتيتي ومين والتايم. بس انا دلوقتي كنت بتكلم عن ووتر بالنسبه للالكتريستي، يبقى الكوانتيتي كوانتيتي اوف ايه؟ كوانتيتي اوف تشارج. في اي مشكله؟ الماثيماتيكال فورمولا ديت هي الديفينيشن بتاعت الالكتريك كرنت انتنسي، تمام؟ ده كده هو الديفينيشن بتاعه. ايه هو الالكتريك كرنت انتنسي؟ هو كيو اوفر تي. الكيو اللي هي الكوانتيتي اوف تشارج بتتقاس بالايه؟ بالكولوم على اسم العالم اللي اكتشفه. طب والتايم بيتقاس بايه؟ بالسكند. فيبقى كده الكرنت انتنسي بيتقاس بايه؟ كولوم بير سكند. اسم العالم اللي هو قدر يقيس الكرنت انتنسي في المعمل لاول مره كان اسمه امبير، فراح مسمي اليونت بتاعت الكرنت انتنسي باسمه. بنختصرها ايه؟ وبننطقها امبير او امبير باختلاف الاكسنت. اوكي؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ تمام. طيب احنا عرفنا ديفينيشن الالكتريك كرنت اللي هو كفينومنا او كفلو، it is the flow of charges in a conducting material. ده الشخص بتاعي، بنقيس له الانتنسي بتاعته، الشده بتاعته. الانتنسي هي كيو اوفر تي. طب انا لو عايز اعمل ديفينيشن للانتنسي، قلت الانتنسي هو الرول ده، تمام؟ عشان اجيب الستيتمنت من الرول بقراه، بقول كده من الشمال the current intensity is equal، يعني the current intensity is the quantity of charges، تمام؟ بس اسال نفسي على طول بعد الكلمه اللي بعد is the quantity of charges اللي بتعمل ايه؟ اللي stored، اللي بتلف، اللي واقفه. انا في الاكزامبل بتاع الماسوره مش كنت بشوف اللي هم كميه المايه اللي بتخرج من الحنفيه؟ ماليش دعوه باللي جوه، ماليش دعوه باللي في الخزان، ليه دعوه بمين؟ باللي بتخرج من فتحه الحنفيه، صح؟ بالنسبه لهنا ما عنديش في الواير فتحه بتخرج منه التشارج، فانا هتخيل فتحه، هتخيل كده ان الحته ديت في النص في زي فتحه او ممر او باب، يعني ده الواير اهو، بتخيل ان الشق اللي ما بينهم هو ده اللي بتعدي منه التشارج، هي دي اللي بعد من عنده، ده اسمه كروس سيكشن. القطعه ديت كده اسمها كروس سيكشن، هي طبعا قطعه تخيليه، تمام؟ بعد التشارج اللي بتعدي من الفتحه ديت او من الباب دوت قد ايه؟ فيها اي مشكله؟ يبقى تاني the current intensity is the quantity of charge passing through cross section of the wire. واقف عند حته وعمال بعد التشارج اللي بتعدي منها. في اي مشكله؟ طيب ماثيماتيكالي ما دام انا قلت ان ده هو هو ده، يبقى التايم كده بكام؟ لازم احطه بكام عشان ده يبقى بده؟ لازم احطه ب 1. يبقى the current intensity passing through a conductor is the quantity of charge passing through cross section of the wire in a 1 second او in unit time. في اي اعتراض؟ حلو جدا. اي حاجه اوفر تايم بنسميها ريت، يعني مثلا displacement اوفر تايم يبقى ده rate of change of displacement، تمام؟ اللي هو الفيلوستي، فيلوستي اوفر تايم يبقى ده rate of change of acceleration. فهنا دوت يعتبر الريت بتاع الفلو بتاع التشارجز، عشان هي تشارجز اوفر تايم يبقى ده الريت بتاع ايه؟ التشارجز. بس الديفينيشن الاولاني هو الاهم بالنسبه لي، الديفينيشن الثاني صح بس مش هنشتغل بيه قوي، ممكن ان احنا نبقى نكتب الاثنين لو جالنا سؤال. اتفقنا؟ تمام. طيب اسال نفسي سؤال، يعني خلينا نفكر كفكر فيزيائي شويه. نيوتن لما لقى التفاحه بتقع راح سال نفسه هي ليه التفاحه وقعت، صح؟ فنفس الكلام احنا لقينا التشارجز بتتحرك وعملت فلو، اسال نفسي هو ليه التشارجز اتحركت؟ ليه التشارجز عملت فلو؟ ليه التفاحه وقعت؟ عشان جرافيتي. الجرافيتي ديت ايه؟ فورس، صح؟ يبقى اتحركت عشان في فورس. الكرسي ده ثابت ما فيش حاجه بتاثر عليه، ما بيتحركش، صح؟ لو انا زقيته هيتحرك، يبقى انا لما اعمل عليه فورس هي ايه؟ هيتحرك. نفس الكلام اللي التشارجز ديت مش هتحرك الا لما اعمل عليها ايه؟ فورس، صح؟
تمام. في ناس تانية راحت قالت لا التفاحة ما وقعتش عشان فورس، امال وقعت علشان ايه يا جماعة؟ قالوا التفاحة او القلم ده كان محطوط عند point of high potential، تمام، ولما سبته راح لبوينت اوف لو بوتنشال، وكل الفيزيكال سيستمز اللي موجوده في الدنيا بتتند ان هي تتحرك من هاي بوتنشال لمين؟ لو بوتنشال. انا لما اجي افكت الكرسي دوت كده ازقه كده، انا لما باجي اضغط عليه يبقى انا كده عملت الناحيه دي هاي بريشر او هاي بوتنشال والناحيه الثانيه لو بوتنشال، فعشان كده اتحرك، تمام، اتزق من الهاي راح لمين؟ بيحاول يروح لمين؟ لللو. لو جبت سوسته وعملت لها كومبريس كده بقت هاي بوتنشال، تمام، اول ما سيبها بيحصل ايه؟ بتتفرد بترجع تاني لمين؟ لللو بوتنشال. فيها اي مشكله؟ طب صوديوم اتوم فيها الكترون في الاوتر موست شيل، درس الكيمستري كان يقول لكم ان هي كده نوت ستيبل، صح؟ لما تعمل لوز للالكترون بتبقى ايه؟ ستيبل. انا في الفيزيكس اقول لا هي كده ات هاي بوتنشال، ولما تعمل لوز للالكترون بتروح لمين؟ لللو بوتنشال. نفس الكلام بالنسبه للتشارجز، هي بتيجي من الهاي بوتنشال وتتحرك تروح لفين؟ لللو بوتنشال. فيها اي مشكله؟ لو قلت ان التفاحه وقعت عشان خاطر فورس صح، ولو قلت ان هي وقعت عشان خاطر في بوتنشال ديفرنس، هي من بوتنشال عالي لبوتنشال قليل، برضو صح، هي مواجهين لعمله واحده، يتكلم على الفورس يتكلم على مين؟ البوتنشال ديفرنس. بالنسبه للالكتريستي هتلاقونا دائما بنتكلم عن مين؟ بوتنشال ديفرنس. يبقى ده الكوز او هو ده بديل الفورس اللي بيحرك مين؟ التشارجز، تمام؟